الرصاصة اللي نشوفها على الشمال هي الرصاصة اللي تستخدم في التدريب على الرماية، ولا نحملها كرجال شرطة وأمن في خلال الوظيفة. لكن الرصاصة اللي نشوفها الآن هي اللي أحملها أنا شخصيا في مسدسي، وهي عبارة عن عيار 40 سميث وسن، ومصنوعة من شركة فدرال. وهذه طبعا هي الرصاصة اللي تسمى هالو بوينت، وهالو يعني من فتحة أو مفتوح. الرصاصات هذه تستخدم لأنها لما تصيب الهدف بتسبب دمار أكثر من الرصاصة العادية، وإنها لما تصيب الجسم أو تدخل في جسم ممكن إنها ما تخرج من الجهة الثانية مثل ما هو اللي يصير في الرصاصة العادية اللي شفناها بأول الفيديو. طبعا الرصاصات هذه في عندنا مجموعة في وضعها الطبيعي ونفس العيار ونفس الرصاصة، بعد ما أطلقت وصابت الجسم تتحول لشكل مثل ما احنا شايفين على الشاشة. طبعا وهذا يسبب دمار في الخلايا ودمار في اللي بسموها التيشيوز اللي موجودة في الجسم، ويعني بتوقف الهدف والخطر بشكل أسرع من ما كانت لو كانت رصاصة من العادية. طبعا عدة رصاصات نشوفها الآن من عيار 9 ميلي من شركات معينة، من جولدن سيبر وطبعا فيدرال فيوتشي ووينشستر. طبعا وهنا نشوف عدة رصاصات من شركات معينة مختلفة. طبعا هذه كلها تستخدم في الوظيفة والخدمة من كبار رجال الشرطة، طبعا شو بتفضل بتحمل. طبعا هذه يعني الرصاصة طبعا عيارات مختلفة، ونشوف شكلها بعد ما أنها أصابت الهدف كيف بتصير. طبعا هاي أحجام الرصاصات هذه مقارنة مع بعض العملات النقدية اللي نستخدمها في أمريكا، طبعا اللي هي العشر قروش أو الدايم، والنيكل اللي هو الخمس قروش. كذلك الرصاصات هذه تصمم في رصاصات البنادق مش بس في رصاصات المسدس. طبعا ومعنا صورة الآن بتوضح كيفية تأثيرها على جسم الإنسان، يعني لو أصابت الجسم شو أنه ممكن الدمار اللي ممكن تسببه في يعني حالة إصابتها لجسم معين. وهذه عبارة عن بسموه جيلاتين بلاك، نستخدمه في للتعرف على مدى قوة الرصاصة المستخدمة بأنواعها بكافة أنواعها. طبعا كل رصاصة لو كانت مثلا بول أمو أو لو كانت رصاصة من الهالو بوينت تختلف في تأثيرها على الجيلاتين بلاك هذا اللي نشوفه في الشاشة. طبعا وطلقه تحت المية بنشوف تأثير الهالو بوينت، يعني ببين انه سواء كان هالو بوينت او اذا كانت رصاصة عادية. هذا هو بالنسبة للرصاصات الهالو بوينت. إن شاء الله تكون فادتكم المادة، يعطيكم العافية.